رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة الرحمانية، يا محمد يا محمد يا محمد يا رسول الله. إنا توجهنا بك إلى ربنا في حوائجنا جميعها لتقوى الله. اللهم فصفي عوفينا عندك يا سلطان، ونسألك اللهم بإن ستر والصيانة والسرور والصلاح والمكاسبة والبركة والبر والمغفرة في الدنيا والآخرة. اللهم لا تفضحنا بين عبادك لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم أوثق مثل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم. إنا إلى حضرة النبي سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقام المحمود الذي وعدته. ارزقنا اللهم ارزقنا وارزق من نوصانا بالدعاء. اللهم ارزق من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شفاعة نبيك مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى عذرات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، إلى عذرات صحابه البدريين والهديين وبقية الصحابة والقرابة والعترة وتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، لا سيما اللهم إلى عذرات رواه أزواج نبيك الطاهرات أمهات المؤمنين، إلى عذرات رواه أباء الخمسة وذرياتهم إلى وقتنا هذا. اللهم إلى عذرات جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والصديقين والشهداء والصالحين، خصوصا منهم إلى حضرة علامة ولي الله قطب العالم محمد أبو بكر المشهور بسيم المنوري، وإلى حضرة علامة ولي الله السيد فضل بن أوس السيد علبي بن محمد بن سهل المولى الدبير الحضر من المبرمي، وإلى حضرات الشهداء العازين لرفعة الإسلام من أبرمسا إلى الشهداء ملي بارين وغيرهم، وإلى حضرة الشيخ محمد بن سوف الفاضل الكريم كبار. اللهم إلى حضرة أوس السيد علبي إلى حضر من المبرمي، وإلى حضرة ولي الله قائد باب المغني، وإلى حضرات جميع مشايخنا كلهم. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم. اللهم اجعل ما قرئناهم زيادة في شرفهم وكرامة طريق من عظيم شهنهم. اللهم ازدهم فضلا على فضلهم وشرفا على شرفهم. اللهم اعل درجاتهم في الجنة. اللهم انا نسألك بحقوق هؤلاء الشرفاء المذكورين وبخصوص ولي الله سيما قدس الله سره ان تيسر لنا جميع أمورنا. اللهم يسر لنا أمرنا هذا، اللهم يسر لنا أمرنا هذا، اللهم يسر لنا أمرنا هذا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا يا رب العالمين، وأن ترزقنا الإخلاص في النيات والتوفيق لصالح الأعمال والطاعات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على خير الخلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.